إذا شفنا معكم هذا التقرير، وراح يكون معنا عبر تقرير أو عبر تطبيق سكايب الخبير العقاري عمر الناصر. حياك الله في برنامج العالم هذا الصباح أستاذ عمر. يعني هناك العديد من، إذا نقدر نقول، مخاوف خصوصا من المختصين في الشأن الاقتصادي في البلاد وبالتحديد العقار. يعني شنو نقدر نقول إذا نوضح حق السادة المشاهدين احتمالية هبوط أسعار العقار السكني، يعني إذا نقدر نقول في بعض المناطق يمكن أكثر من غيرها، شنو صحة هذه النظرية إذا عندكم؟ صبحكم الله بالخير وأشكركم على استضافتي بهذه المقابلة، وأحب أوضح بخصوص السوق والأوضاع اللي صارت من عقب كورونا. لا شك أن السوق تأثر، السوق العقاري بمختلف القطاعات، بس يظل، أنا قاعد أقرأ من النوتة، فبس يظل القطاع السكني يمكن هو الأقل تضررا بحيث يعني بسبب الحاجة. يعني إذا كان نتكلم على الاسعار لحد الان ما شفنا في انخفاض يذكر، يعني في شيء 3 4% يمكن، كان في بيت مثلا ب 450 الحين نزلوا 10,000 20,000، هذا ما يعتبر يعني انخفاض بمعنى تصحيح الاسعار، لا ما هو تصحيح اسعار اللي قاعد يصير حاليا، بس مجرد تذبذب. اذا بنتكلم يعني خلينا نقول المناطق الداخليه ما شفنا ذاك التاثير، نتكلم على المناطق اللي هي اللي دائما عليها تداول نفس جنوب السره وشرق القرين اللي هي المسايل وبفطيره والفنيبيز، لحد الان الاسعار تقريبا متماسكه اذا كان بيع وشراء. الشغله الثانيه الايجار، احنا دائما نقول السوق العقاري المحرك الاساسي حق السوق العقاري الايجار، اذا كان تاجير بيت كامل او شقق، هذه لا زال عليها الاقبال، يمكن حتى ايام حظر الجزئي كان العجله ماشيه، الناس قاعده تاجر، جاء عقبها الحظر الكلي وقف السوق طبعا بالكامل. بعد الحظر الكلي رجع الجزئي، رد في تداولات، بس طبعا مو نفس الوتيره السابقه قبل الازمه، ما يخفي عليك البنوك مسكره، التمويل واقف، اللي شغال مثل ما تقول تفاهمات، في شيء يسمونه العقد الابتدائي اللي هو على الدفتر، هذه الامور قاعده تتم، بس نفس ما قلنا كوتيره صفقات اقل بكثير، يعني شيء ملحوظ، بس اذا نتكلم عن الاسعار ما شفنا ذاك الانخفاض اللي يذكر، يعني او اللي الواحد يتفائل فيه انه يقول والله راح يصير فيه تصحيح. برايك استاذ عمر شنو هي اكثر القطاعات العقاريه اللي تاثرت بازمه كورونا؟ انا عن نفسي او الناس شافت ان الشاليهات ابدا ما تاثرت، بالعكس استفادت اكثر خلال هذه الازمه، فشنو رايك؟ صحيح الشاليهات يمكن انتعشت انتعاش غير مسبوق، يعني قبل كانت الشاليهات الناس بالبيع والمشترى، يعني انت لو مثلا تشتري الارض وتبنيها عشان تبيعها ما راح تحقق الربح اللي الواحد يتمناه، يعني راح يكون على قولتهم ما تسوى التعب الى صح التعبير. عقب ازمه كورونا تدري الناس حضر، ما في سفر وما في روحه وما في رده، صحيح صار في اقبال عليها بشكل غير طبيعي، يعني نسب الاشغال فل. يعني انت اليوم اذا بتتصل على اي شركه، انا بتكلم مو اليوم، بتكلم خلينا نقول بشهر 3 اول ما بدات الكورونا، تتكلم تتصل بالشركات المشغله اللي تاجر الشاليهات حق الاسر في الاعياد والعطل والويكند، راح تشوف عندهم جداول تقريبا فول، من خلص شهر 3 ودش شهر 4 اغلب الناس تكلم معاهم يقول لك والله انا مفول، شلون يا حبيبي مفول؟ يعني ما مداكم، فصار في نسبه اشغال عاليه جدا جدا لدرجه انه صار تحدي انك انت تلقى شاليه تاجره اذا انت تبي تطلع مع اهلك اجازه عيد الفطر على سبيل المثال. هني على البيع والمشترى الاراضي ارتفعت، يعني كانت الاراضي اللي تنباع على 160 165 الحين راح تروح وصلت ل 180 85 في بعضها وصل 190، طبعا على حسب اذا كان بالمرحله الثالثه او المرحله الرابعه. اذا نتكلم على بيع الشاليهات، الشاليه اللي كان ينباع على 280 و300 اليوم اذا انت حصلت 350 يعتبر وايد زين، يعني انت تعتبر انك غالب الوايد مثل ما يقولون. فاقبال اكيد، يعني ما تلوم الناس محكوره بالبيت، ما في متنفس، ما في طلعه، ما في دوام، فكان المتنفس الوحيد اللي هو الشاليهات.
يعني يمكن احنا يعني التمسنا يمكن رؤيه مختلفه او معاكسه بسبب اللي سمعناه من او اللي شفناه في بعض الصحف المحليه اللي قابلت بعض اصحاب العقار اللي كانوا يقولون ان العقار مهدد وان هناك ستكون مشاكل كبيره فيما يخص العقار المحلي. من كلامكم نرى ان هذا التاثر الذي تمر فيه البلاد هو تاثر بسيط، يعني ازمه كورونا لم تهز القطاع العقاري في الكويت بشكل نقدر نقول انه خطر او مهدد لوضع الوضع العقاري في الكويت. شوفي احنا اذا بنتكلم عن عقار لازم نحدد تدري في قطاعات، يعني في العقار التجاري اللي هو المكاتب او المحلات. السكني يمكن اكثر شيء كان من غيره. السكني شوفي السكني نفس ما قلت انا ما شفنا ذاك التاثر اللي يذكر يعني. بس ترى هو ليش اقل تاثرا من باقي العقارات؟ بسبب الندره. يعني اليوم العقار السكني مع توزيعات الرعايه السكنيه سواء جابر الاحمد ولا صباح الاحمد ولا سعد العبد الله ولا حتى غرب عبد الله مبارك، ما في توازن بين العرض والطلب. في وايد ناس مثل ما يقولون تحويشة العمر يبون يشترون بيوت ويبون يقربون صوب الديره اذا صح التعبير، يعني ممكن ما يبون المدن الاسكانيه الجديده. فمستوى التاثر نفس ما قلت مساع ما هو بالمستوى اللي يعني الواحد يقدر يقول والله ان في انخفاض، لا والله مجرد يعني حتى مو تصحيح يعني التصحيح احنا عاده نتكلم على 10% 12% 25% لان اساسا الكويت والعقار بالكويت هو الاغلى على مستوى العالم تقريبا. صح. فكانت التوقعات انه يرجع للمستويات الطبيعيه اللي هو 2015 او 2016 تقريبا. ما شفنا هالشيء لحد الان. ممكن لما تبدا الحين الشركات تدري من عقب الاغلاق ممكن لما تبدا الشركات يصير تعثر لبعض الشركات ورؤوس الاموال وكذا ممكن هني ينخفض، بس حاليا الوضع الحالي اليوم ما شفنا اي يعني اي نتيجه تبشر بالخير انه راح يكون في انخفاض. منطقي صح الكلام. ولكن يمكن قرينا في منشآت الصحافه ان العقار المحلي الاجارات بالتحديد راح تتاثر في حال تم تعديل التركيبه السكانيه، فشنو رايك بهالموضوع؟ انا اتفق معاهم، بس هم بعد لازم نفرق الحين. اليوم لما نتكلم على التعديل السكانيه نتكلم على الاخوان الوافدين. الاخوان الوافدين يعني اغلبهم سواد الاعظم ساكن في العقار الاستثماري اللي هو السالميه وحولي والفروانيه في المناطق المماثله يعني اول مقوله. هذيلا لا شك راح يحوشهم، لا شك ان تاثر اليوم نتكلم هذه العقارات تاثرت، صار في انخفاض، نسب الاشغال زادت. بس هذا النوع من العقارات ما هو متصل بالضروره مع العقار السكني. احنا اذا نتكلم على البيوت اللي هو سكن الكويتيين، تدري الكويت هو الوحيد اللي يقدر يتملك عقار. هذيل العقارات اللي هو خصوصا اللي مسوي شقق، طبعا احنا عارفين انه هو هذا الشيء مخالف للقانون، ولكن المناطق اللي ذكرناها اللي هو شرق القرين او جرب السره او سلوى او الجابريه نسب الاشغال ما تاثرت بتاتا، نسبه تاثر المستاجرين تكاد تكون معدومه. فمثل ما تقول هذا العقار منتعش حاليا، لكن الاستثماري في مشاكل كبيره. يعني اليوم اللي كان عنده مثلا على سبيل المثال اذا كان عماره فيها 36 شقه ولا 40 شقه، اذا كان عنده 6-7 شقق فاضيين، اليوم عنده اكثر من نص البنايه فاضيه. في اسباب كثيره ان في ناس انتقلوا من يعني شو اللي قاعد يصير؟ يصير شيرنج. يعني انا مثلا مهندس ولا ايا كانت وظيفتي خفضوا راتبي، اقوم اطلع واروح اسكن عند صاحبي واتناصف معاه الايجار. عرفت علي؟ فالاستثماري لا شك انه تاثر واللي جاي اعظم. يعني احنا كلش مو متفائلين بالعقار الاستثماري، نتكلم بعد سنه ولا سنتين لا راح يصير في انخفاض وتصحيح يعني اكثر من ما الواحد يتصوره. يعطيك العافية على هذه المعلومات والتوضيحات الخبير العقاري عمر الناصر. طبعا شكرا جزيلا لك، وكنت معنا في العالم هذا الصباح. شكرا جزيلا لك.